السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة الثامنة من لعبة توم برايدر. نخش بسرعة ونشوف ايه اللي هيحصل، وبسم الله. لديهم متفجرات. لما تاخد افترضوا بأليكس أن يعود. النجدة! النجدة! إنه دكتور ويتمن. جونا، ساعدني! أنت خاين. أنا متأكد إن أنت خاين. كم يبلغ عددهم؟ لا أعرف. هل أنت بخير؟ لم أرى أحداً. مؤكد أنهم هربوا مني. رقدت مسافة طويلة وبالكاد تعرقت لأني أتمتعوا بلياقة. كان يمكنك إرشادهم إلينا كما فعلت في القصر. ماذا؟ هذا لم يحصل لارا. أمسكوا بي بينما كنت تحررين سام. عما تتكلمان الآن؟ قالوا إنها الطريقة الوحيدة لعدم قتلك وقتل الآخرين. حاولت أن أحذرك. لا وقت لدينا للكلام. لا أعرف ما هي المشكلة بينكما. في الحقيقة لا أبه مطلقا. كنت أحاول كلمة واحدة وسأبدأ بتحطيم وجبة الأسنان الثمينة التي تضعها. ما توقفوا. إن تعاركنا فيما بيننا فسوف نخسر. أنت محق. لهذا السبب لن يحصل ذلك. اتفقنا؟ سألحق بأليكس. أين المعدات؟ في حجرة المحركات، في استطاعته الاعتناء بنفسه. جيد،
إذا سنعود قريبا. لارا توقفي، خذي هذا القوس، احتفظت به لك منذ أن عثرت عليه. إنه قوي، في استطاعته إطلاق سهم في أي شيء. شكرا لك جونا. شايف الناس الكويسة مش انتي؟ تريدين بالضبط؟ أليكس خلصنا كثيرا عليك، سأحتاج إلى قضيب المكابح و... شو؟ سأحتاج إلى بقية عدتي، لا يمكنني إصلاح المركب بدونها. حسنا سأتولى الأمر. لارا قادمة إليك، عليك أن تنتظرها. لا لا لا، حصلت على هذا، أنا قادم، سأغيب عن السفر. أليكس ماذا تفعل؟ مرحبا. هذه ستفعل بالغرض. أتسمع الصوت؟
سفينة إنديورنس، إنهم يحطمونها كلها. ذلك سيأتي بالغلط، حتى أنتبه الآن. هذه مضيعة للوقت، ما عدا وذلك ستأتي بالغلط. لا يا أخي، يصدرون الأوامر ونحن ننفذها، لا نطرح الأسئلة. شحننا كل الأجهزة في القناة وذلك ستأتي بالغلط. وذلك بالغلط. Oh!
أي نوع من المتاعب وردت نفسك. لارا محقة تماما، شيء ما في غاية الخطورة يجري هنا. الظاهرة الطبيعية التي تسبب رداءة الطقس، قاعدة الأبحاث العسكرية، ما يعرف بملكة الشمس والديانة الجنونية. لو أنني كنت ساذجا لقلت إنها مكيدة ما. هل من كاميرات مخبأة بين الأشجار؟ لكن أتعلمون، يجب أن أعترف، لقد أرعبني ذلك كثيرا. أستمر في إطلاق المزاح للتخفيف من الأمر، لكن يبدو أن ريس مستعد للقضاء علي. في رأيي يجب أن أفعل شيئا مفيدا قبل أن أصاب بالجنون. ليتني أستطيع أن أكون مثل لارا. إنها تثير دهشتي، ليست بارعة فحسب، بل هي مقاتلة مذهلة. وفي حال لم تنتبه لي من قبل، من المؤكد أنها لن تفعل الآن، لكن ربما ما زلت أستطيع أن أفعل شيئا لألفت انتباهها. السفينة المحطمة. سيبني يا الضغط. سأشكر لارا على هذه الوظيفة، لطالما آمن بقدراتي. فرفاقها المتكبرين يعتبرون صناعة الأفلام تفاهة. اعتبروني مجرد فتاة أمريكية غريبة الأطوار. أتعرفون؟ الناس أحياناً بحاجة إلى المشاكل، ولكن لارا في قرارة نفسها تحب المغامرات، ولكنها بحاجة لمن يدفعها للتعبير عن نفسها. لقد خضنا أروع المغامرات معاً. ففكرة الذهاب في رحلة السير في بلغاريا كانت فكرتها الجنونية، والرحلة إلى جبل كليمنجارو كانت أيضا فكرتها لاستكشاف الآثار. والتقينا أيضا بشبان رائعين. أشعر بأن هذه الرحلة الاستكشافية ستؤرخ، فلارا مع دفتر مدوناتها وأنا آلة التصوير ستكون مغامرة جنونية.
أليكس. لا ماذا تفعلين هنا؟ ماذا يجري؟ هل أنت بخير؟ إنني عالق هنا في الأسفل ولا يبدو الوضع جيدا. لا، الباب مقفل. انتظر فقط، سوف أخرجك. اللعنة، السكة مسدودة. إن تمكنت من الصعود سيتسنى لي تحريرهم. من
أسمح بموت أحد آخر. تاريكي عودة ليا. مفكرة قديمة. تقرير مفصل. وأخيرا كشفت أشهر من أعمال التنقيب عن معلومات جديدة تتعلق بأحوال الطقس التي تسود هذه الجزيرة. تم اكتشاف مقبرة جنرال بارز تعود إلى حقبة كامكورا في موقع التنقيب الساحلي. هذا الاكتشاف هو القطعة الناقصة من الأحجية، سوف تتيح لنا استعادة السيطرة أخيرا على العواصف. التنقيب عن الآثار أثار قلقي. إنهم غاضبون، يجب أن نذهب إلى المعبد، إلى حجر الطقوس. في ذلك المكان سننجح أو نفشل. آثار عتيقة في القاعدة، التحكم في العواصف، أريد أجوبة. هو المكان الأمثل عشان تموت فيه. Hello.
سارة. عندما سمعنا الانفجار حسبنا أنك أليكس. كان لا يزال في السفينة. يبدو أن كل من يعرفك يحظى بمعدل نجاة منخفض. من الأفضل أن تبقى بعيد. فلنأكل، اتفقنا؟ أولئك الأنذار صمتوا، لكنهم لن يبقوا على هذه الحال. إن كنت سأموت على هذه الجزيرة فلن أموت جائعا. أنقذ بطن رجل تنقذ روحه. وأخيرا بعض الإيجابية. حالما تنتهي ريس من إصلاح المركب سنعود إلى الحضارة في وقت قريب، وستكون لدينا حكاية مثيرة نسردها. حكاية مثيرة؟ أرجو ألا أسمع باسمهمك مجددا طوال حياتي. سننطلق بالمركب خلال المد. لا، لا نستطيع. لا تبدأ بهذه السخافات لارا. لارا ليست الوحيدة المقتنعة بأننا عالقون هنا. قد يكون ماثايس مجنونا، لكنه كان متأكدا من الأمر، رأيت ذلك في عينيه. يظن أن إعادة إحياء هيميكو هي سر مغادرة هذه الجزيرة. يا إلهي، هذا جنون بالفعل، لكن هذا المكان بأكمله جنوني. العواصف ليست طبيعية، علينا أن نتقبلها. إنها محقة. عندما ضربت تلك العاصفة إنديورنس شعرت بها، شيء مظلم. هذا المكان ملعون. إلى أين تذهبين؟ ثمة أثار في أسفل تلك القاعدة. لقد اعتقدوا بأنهم يستطيعون التحكم في العواصف. علي أن أعرف ماذا اكتشفوا. حالما نستعد للانطلاق سننطلق، معك أو من دونك. لن أرحل من دونك. لا أعرف كيف سأقنع الآخرين بالتوجه إلى الداخل بدلاً من مغادرة هذه الجزيرة، لكن علي إيجاد وسيلة. ريس لن تتعاون كثيراً، فهي ترغب في العودة إلى ابنتها، وهي حزينة جداً على راث. كلنا أيضاً. ما زلت لا أعرف لما يسعى ماثايس وراء سام، لكن هذا لا يهم. لقد عادت إلينا الآن، إنها في أمان. وبكده نبقى ختمنا الحلقة الثامنة. منتظرون إن شاء الله في الحلقة التاسعة. واللي مش مشترك يعمل سبسكرايب ويفعل زرار الجرس عشان يتابعنا أول بأول، واللايك والكومنت تقولوا إيه رأيكم في الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.